خمسة أعوام مرت على المعتقلين من شباب الثورة السلمية في سجون المخلوع صالح. خمسة أعوام دفعها الشباب في المعتقلات لمعارضتهم له ومطالبتهم برحيله. تتعالى أصوات المختطفين حينا وتخفت أحيانا أخرى. حكومتان تعاقبتا وخلفتهما سلطة الأمر الواقع المنشاوية، ولم تختلف ظروف الاعتقال أو تتغير. تحولت قضية الاعتقال إلى لغز صعب على الكثير من الأطراف فك شفراته، ويخشى الكثيرون الاقتراب منه، وهو ما جعله يدخل في طور النسيان. حضرت قضية شباب ثورة فبراير في أروقة السياسة والاتفاقيات السياسية منذ المبادرة الخليجية وما تلاها في مؤتمر الحوار الوطني، وفشلت عدة محاولات خلال المرحلة الانتقالية في الإفراج عنهم لعدم ثبوت أي أدلة ضدهم. وسأظل أطالب كل أجهزة الدولة وكل المسؤولين بأن يفرجوا عن كل المعتقلين والمختطفين المحتجزين لديهم. حرص المخلوع صالح على الضغط بكافة الوسائل وشتى السبل لمنع الإفراج عنهم، واستخدم الكثير من الوسائل القمعية والتعذيبية والترهيبية بحقهم ضمن سلسلة الانتهاكات التي مثلت خرقاً لقوانين حقوق الإنسان. جعل المخلوع قضية المعتقلين من شباب الثورة قضية سياسية، وحولها إلى ورقة ضغط على خصومه السياسيين، محاولاً إرباك المشهد الثوري الذي تصدر البلاد، وهو ما زاد من معاناة المعتقلين الذين لفقت لهم العديد من التهم والتي لم تثبت صحتها كما قال عدد منهم. خصص نظام المخلوع صالح سجونا خاصة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى لاعتقال الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد حكمه، وحول عشرات المنازل أيضا إلى معتقلات وأماكن للإخفاء القسري والتعذيب. ولعل القضية الأبرز في الاعتقالات التي طالت شباب الثورة هي قضية إبراهيم الحمادي ورفاقه الذين ما يزالون في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، وآخرين في السجن حجة المركزي رغم تزايد المطالبات بالإفراج عنهم. كنت منضم لثورة الشباب السلمية التي نزلت الساحات، واعتقلت من جنب الساحة من منطقة 60، واقتادوني في نص شهر 7 من عام 2011 إلى مكان مجهول. اكتشفت بعد ذلك أنه الأمن القومي. مكثت في الأمن القومي 7 أشهر في زنزانة انفرادية متر في مترين لوحدي، لا يسمح لنا بالاتصال ولا بيبلغ أهلنا أين نحن، ومعاملة كانت معاملة وحشية وقاسية. فيما لا يزال مصير العشرات من المعتقلين مجهول، حيث تحدثت تقارير حقوقية عن وجود سجون خاصة تتبع المخلوع، ويقبع فيها عدد من الشباب على ذمة مشاركتهم في الاحتجاجات الغاضبة ضد المخلوع. أسر المعتقلين خاضت غماراً آخر من النضال في سبيل الإفراج عن أقاربهم، إضافة إلى زملائهم من شباب ثورة فبراير، ونظموا العشرات من الوقفات الاحتجاجية والحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام أملاً في الإفراج عنهم. منظمات حقوقية محلية ودولية صعدت من الاحتجاجات ومارست الكثير من الضغوط على أجهزة المخلوع صالح بسرعة الإفراج عنهم، إلا أن تعنت المخلوع وأدواته في أجهزة الأمن والقضاء حدت من ذلك. لم تكن الاعتقالات بحق شباب الثورة هي المحطة الأخيرة، بل امتدت إلى أساليب جديدة وقمعية قامت بها ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على عمران والعاصمة صنعاء في العام 2014، حيث يعيش آلاف المعارضين لميليشيا والمخلوع في السجون، الأمر الذي كشف واحدية أساليب العقاب والتنكيل باليمنيين. ويبقى الأمل حاضراً في ذهنية شباب الثورة بأن رفاقهم من المعتقلين سيكسرون القضبان وسيتنفسون هواء الحرية والثورة، وسينتهي الظلم والاستبداد الذي طالهم منذ فجر ثورة فبراير السلمية.